مساء الخير. النهاردة أعلنت السيدة وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج معالي السفيرة نبيلة مكرم، أعلنت أن الدولة بتضع الأولوية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وأكدت أن الدولة والوزارة بتتلقى طلبات المصريين المقيمين في الخارج، ولكن حاليا الأولوية للعالقين. احنا معانا على الهاتف معالي الوزيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، والحقيقة عايز أحيي حضرتك لأنه في جهد كبير جدا من وزارة الهجرة وفي إشادات دولية بموقف مصر في هذا الملف. بالتأكيد مشكلة كبيرة وأزمة كان لابد من وزارة الهجرة في التعامل مع العالقين المصريين في الخارج، وزي ما حضرتك ذكرت وضع المصريين في العالقين منهم على الأولوية أو على قائمة الأولويات. صحيح. بالتأكيد أن احنا عندنا أو تلقت وزارة الهجرة من خلال غرفة العمليات الكثير من الشكاوى والطلبات والاستفسارات، وابتدينا الحقيقة نشتغل عليها، واكتشفنا وجود العديد من المصريين اللي راحوا سواء زيارات عمل أو زيارات سياحية أو يعني حتى شهر عسل الحقيقة، ولما حصل اللي حصل الناس عايزة ترجع ومش عارفة. وعشان كده بناء على اقتراح من وزارة الهجرة وافق دولة رئيس الوزراء على تشكيل لجنة مكونة من وزارة الهجرة، الخارجية، الطيران المدني والصحة، عشان نقدر ان احنا نتعامل مع هذه الأزمة، أزمة العالقين في الخارج. طبعا عندنا الكثير من الطلبات في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، في الدول العربية زي ما أنا ذكرت في ماليزيا والشرق الأقصى، وعندنا أيضا في آسيا. كل هذه الشرائح بمختلف طبعا ظروفها، وزارة الخارجية من خلال بعثتنا وقنصلياتنا في الخارج كان في منشورات للجاليات لتسجيل البيانات للعالقين المصريين في كل أنحاء العالم. وعلى الأساس ده بتشتغل وزارة الطيران المدني في إرسال الطائرات الخاصة لإعادتهم، ولكن شريطة أن الدول الأخرى يكون في موافقة بتصريح تسيير خط طيران ليها. هل يا فندم بيبقى في رحلات استثنائية حتى لو عدد المواطنين في الدولة دي قليل؟ في عندنا من السياح هنا سواء الإنجليز الفرنسويين اللي بيسافروا على طيارات ترجعهم مرة أخرى إلى دولهم، بناخد موافقة سلطات الدولة الأخرى إن إحنا على نفس الطيارة يرجع المصريين العالقين فيها، وده حصل في إنجلترا وأيضا في فرنسا، وإن شاء الله يعني إحنا بنشتغل على الكل الحقيقة. يعني إحنا طبعا الطلبات في الولايات المتحدة كثيرة جدا طبعاً. جدا لأنه إحنا عندنا زيارات كثيرة وعندنا رحلات علاج وعندنا دارسين، عندنا حاجات كثيرة جدا. السفارة في واشنطن وأيضا القنصليات بيجمعوا هذه الداتا والأعداد، وكل من تنطبق عليه شروط عالق بيتم سفره إن شاء الله في القريب من واشنطن. مش بس يا فندم عبر الطيران، احنا تابعنا اهتمام حضرتك بال1700 طالب العالقين في السودان عن طريق منفذ قسطل. اعتقد يا ريت لو حضرتك تكلمينا عن النجاح ده برضو. كان عندنا 1700 طالب مصري على الحدود المصرية السودانية، وبالتأكيد احنا بنتكلم طلبة ثانوية عامة لانه في الكثير من الطلبة بيروحوا السودان ياخدوا ثانوية عامة من هناك. فطبعا في ظل هذه الظروف كان لابد من التعاون لجلب هؤلاء الطلبة مرة أخرى، والعبور من هذا المعبر خصيصا كان لابد من طبعا تكاتف كل أجهزة الدولة من الداخلية، من حرس الحدود، من وزارة الصحة بالتأكيد عشان نكشف على الطلبة وهم داخلين، من مؤسسة جود اللي مشهورة وفرت لنا أوتوبيسات عشان نقل هؤلاء الطلبة. فبالتأكيد كان عمل جماعي وعمل بيخدم أهداف الدولة في رعاية المصريين في الخارج وخاصة من الطلبة، وقدرنا أن احنا نرجعهم، ودي ما كانتش المرة الأولى والأخيرة، ولكن بنستمر في
الحقيقة عبور الطلبة من عندنا من المعبر البري الحدود المصرية السودانية وبالتعاون مع سفارتنا في الخرطوم. معالي الوزير، احنا مش محتاجين نطمن المصريين على التأكد من سلامة عدم إصابة إخواتنا وأولادنا اللي راجعين من بره، أكيد سيادتك برضو تنورينا في الحتة دي. بالتأكيد أنه أي حد رجع من الخارج لابد أن احنا نتأكد من سلامته، عشان كده وزارة الصحة في كل المنافذ الجوية والبرية بتضمن أنه لابد أن يكون في تحليل عشان نقدر نكشف عن اللي راجع بلده ونعرف إذا كان مصاب من عدمه. وزي ما سادة المشاهدين يعني سمعوا مؤخرا، وزارة الصحة ابتدت حتى تقول لأنه 28 يوم يكون معزول في بيته عشان نتأكد من سلامته وأنه هو مش حامل الفيروس، لا ربما وهو في الكشف عليه في المطار ما بيبقاش باين عليه أنه هو حامل هذا الفيروس. طب أخيرا معالي الوزيرة، من فضلك حضرتك صرحتي بخبر مفرح للمصريين في الإمارات، ممكن نعرف التفاصيل؟ أنا كنت بشكر الحقيقة الإمارات العربية المتحدة إنه الحقيقة هم تعاملوا مع المصريين العالقين اللي موجودين داخل الأراضي الإمارات لما الحقيقة إقامتهم خلصت. الإمارات مشكورة بتجدد لهم هذه الإقامات وبتؤكد على شرعيتهم وما بتقلقهمش إن هم مخالفين، وأيضا من المصريين اللي حاملين الإقامات الإماراتية إذا خرجوا برا الإمارات في هذا الوقت من يعني الحقيقة زيارة عمل أو زيارة سياحة خارج الدولة بإمكانهم إن هم طبعا يسجلوا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإماراتية علشان نضمن إن هم يقدروا يرجعوا بسهولة ويسر. معالي السفيرة وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، كما أطلق على سيادتك الوزيرة المكوك، بشكر سيادتك على وجودك معنا على الهاتف. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.